بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي الطلبة ونبدأ معكم درسنا اليوم، الدرس 12 حركات التحرر وتحقيق الاستقلال في مصر والسودان والقرن الأفريقي لمقرر تاريخ العرب الحديث والمعاصر أجا 213. سنستعرض معا أهداف درسنا اليوم، وهي أن يستخلص الطالب ملامح السياسة الاستعمارية في مصر والسودان والقرن الأفريقي، أن يتتبع الطالب تطور حركات المقاومة في مصر والسودان والقرن الأفريقي، أن يوضح الطالب مظاهر التطور السياسي في مصر والسودان والقرن الأفريقي بعد الاستقلال. حركات التحرر في مصر وتحقيق الاستقلال. نظرا لأهمية مصر بالنسبة إلى بريطانيا، لم تمنحها استقلالها بسهولة، فتطلب ذلك مقاومة مصرية للاحتلال البريطاني. المقاومة المصرية. تمثلت المقاومة المصرية عبر مشاركة الوفد المصري في مؤتمر الصلح، وكان ذلك بعد الحرب العالمية الأولى، فتشكل وفد مصري برئاسة سعد زغلول لعرض المطالب الوطنية بشأن الحرية والاستقلال في مؤتمر الصلح بباريس عام 1919. فردت بريطانيا برفض سفر الوفد إلى المؤتمر، واعتقلت زعماء الوفد ونفتهم إلى جزيرة مالطا. ترتب على ذلك قيام ثورة 1919، وهي أول ثورة شعبية ضد الاستعمار في مصر بعد الحرب العالمية الأولى، وعمت جميع مناطق مصر وقابلتها بريطانيا بالعنف والتعسف. سنستعرض معا مطالب وأعمال الثوار، رد بريطانيا والنتيجة. مطالب وأعمال الثوار بإلغاء الحماية وعودة سعد زغلول ورفاقه من المنفى، كما قطع الثوار المواصلات وحاصر الحاميات الأجنبية. ردت بريطانيا بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه والسماح لهم بحضور المؤتمر، وكانت النتيجة بفشل محاولة الوفد بسبب موقف الولايات المتحدة المساند لبريطانيا في الإبقاء على حمايتها لمصر. إلغاء الحماية وتحقيق الاستقلال، وتم ذلك عن طريق رضوخ بريطانيا لمطالب الوطنية وإلغاء الحماية وتحقيق الاستقلال والإبقاء على القوات البريطانية في مصر، مع استمرار الرقابة البريطانية على السياسة الخارجية وحماية الرعايا الأجانب. وضع دستور 1923. وضع هذا الدستور عام 1923 وجرت انتخابات نيابية فاز فيها سعد زغلول، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة أبرز مهماتها التفاوض مع بريطانيا من أجل الحصول على الاستقلال التام لمصر. لكن تمسكت بريطانيا بامتيازاتها، فاضطر سعد زغلول إلى الاستقالة. معاهدة 1936. حدثت اضطرابات قادها طلاب المدارس والجامعات، وشكلت الأحزاب الوطنية جبهة برئاسة مصطفى النحاس الذي تفاوض مع بريطانيا من خلال معاهدة 1936، ونصت على إنهاء الاحتلال البريطاني لمصر مع الإبقاء على القوات البريطانية في قناة السويس، وحق استعمال الأراضي المصرية في حالة نشوب حرب، وعودة الجيش المصري إلى السودان تحت القيادة البريطانية. تشتت العمل الوطني أثناء الحرب العالمية الثانية. ظهر هذا التشتت بسبب انقسام حزب الوفد على نفسه، مما أدى إلى ضعفه، فكانت بريطانيا هي المستفيد الوحيد من هذا الوضع. في أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1942، وصلت القوات البريطانية إلى منطقة العلمين في مصر، فتعاطف البعض مع دول المحور، فرأت بريطانيا أن أفضل طريقة للسيطرة على الشارع المصري هي إرغام الملك فاروق على تكليف مصطفى النحاس بزعيم حزب الوفد بتشكيل حكومة جديدة، نتج عنها فقد النحاس شعبيته
واهتز موقع الملك فاروق. نشاط واحد. من خلال النص بين سبب غضب الشعب المصري من زعيم حزب الوفد. الإجابة: بسبب تعاون مصطفى النحاس مع الإنجليز، حيث قام مجبرا بتشكيل حكومة جديدة كوسيلة للضغط على الشعب المصري للرضوخ لبريطانيا. الاستقلال التام وإنجازات الثورة. رفضت بريطانيا طلب النحاس باشا بإلقاء معاهدة 1936 وإنهاء الانتداب البريطاني لمصر، فشهدت مصر مقاومة عنيفة من عام 1950 وأدت إلى قيام الثورة، ثورة يوليو عام 1952. سنستعرض معا الأطراف، المطالب الوطنية والنتائج. الأطراف: تمثلت في المقاومة المصرية بقيادة الضباط الأحرار منهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأيضا بريطانيا. المطالب الوطنية: تحقيق الجلاء وتطبيق العدالة الاجتماعية. النتائج: الإطاحة بالحكم الملكي للملك فاروق وإعلان قيام الحكم الجمهوري. مصر في عهد جمال عبد الناصر. شهدت مصر العديد من الأحداث في عهد جمال عبد الناصر بعد ثورة يوليو عام 1952، وكان من أبرزها على المستوى المحلي والمستوى العربي. على المستوى المحلي، تم تأميم قناة السويس عام 1956، والذي اعتبرته كل من بريطانيا وفرنسا تحديا لها، وقامتا بالاشتراك مع إسرائيل بشن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. أيضا بناء السد العالي الذي يعد من أبرز المشروعات الاقتصادية التي حققتها الثورة. أيضا النهضة الزراعية والصناعية والتحسينات الاجتماعية التي شهدتها البلاد بشكل عام خلال فترة الستينات. على المستوى العربي، تم تحقيق الوحدة مع سوريا عام 1958 واستمرت حتى عام 1961. مساندة مصر للثورة اليمنية. أيضا خوض مصر حرب يونيو عام 1967 ضد إسرائيل، وفقدت على إثرها صحراء سيناء واضطرت إلى إقفال قناة السويس. بعد نكسة يونيو، ركزت مصر على إعادة بناء قوتها العسكرية تمهيدا لإزالة آثار العدوان وخوض معركة الاستنزاف التي أتاحت لها فرصة الخروج من المحنة. ثانيا، حركات التحرر في السودان وتحقيق الاستقلال. سنستعرض مع نضال الشعب السوداني. أولا، التمسك بالوحدة مع مصر. ثانيا، نضال الشعب السوداني المنفرد. ظهر ذلك في تعاون المناضل السوداني علي عبد اللطيف مع الزعيم المصري سعد زغلول وسعيهم لتوحيد حركة المقاومة، لكن بريطانيا عملت على فصل السودان عن مصر. النضال السوداني تجلى ذلك في ظهور أحزاب وطنية تنتهج المقاومة السلمية وتسعى إلى تحقيق مطالب وطنية تطورت للمطالبة بالاستقلال ووحدة السودان، فاضطرت بريطانيا عام 1944 إلى تعيين أول مجلس استشاري لشمال السودان. استقلال السودان، وقعت حكومة الثورة المصرية عام 1953 مع بريطانيا اتفاقية نصت على اعتراف بريطانيا بوحدة السودان وإعطاء الشعب السوداني فرصة 3 سنوات لحسم اختياره الاستقلال، وانسحاب المصريين والبريطانيين المدنيين والعسكريين من السودان، تشكيل لجنة دولية للإشراف على الانتخابات النيابية في السودان،
فاز بها الحزب الاتحادي الذي تخلى عن فكرة الوحدة مع مصر معلنا الاستقلال سنة 1956، والذي اعترفت به الدول بالاستقلال. بعد الاستقلال مر السودان بسلسلة من الانقلابات وتداول للسلطة، منها مدنيون وعسكريون، إلا أن الغلبة كانت من نصيب العسكريين بقيادة الفريق عمر البشير. ثالثا، حركات التحرر والاستقلال في دول القرن الأفريقي. من خلال خريطة دول القرن الأفريقي أجب عن الأسئلة الآتية: 1. حدد دول القرن الأفريقي. 2. بين أهمية موقع دول القرن الأفريقي. المواقع كما نراها: جيبوتي والصومال. مطلة على باب المندب وخليج عدن. خليج عدن هنا وباب المندب هنا. الصومال، المقاومة الوطنية، مرحلة الجهاد المقدس وفي أثناء الحرب العالمية الثانية. مرحلة الجهاد المقدس شهدت الفترة ما بين 1900 و 1920 ظهور المقاومة العسكرية بقيادة الحركة الصوفية، لكن بريطانيا قضت عليها. في أثناء الحرب العالمية الثانية احتلت بريطانيا الصومال الإيطالي، ثم حاصرت بريطانيا جيبوتي ألا وهو الصومال الفرنسي، وأعادته إلى حكومة فرنسا الحرة. ثم عقدت بريطانيا اتفاقية عام 1942 مع أثيوبيا، وأخضعت أوغادين لسيطرتها لعامين، ثم تنازلت عنها. ومع كل هذه الأحداث قاوم الشعب الصومالي الاحتلال بأشكال متعددة. استقلال الصومال، بعد الحرب العالمية الثانية وقعت جميع الأقاليم الصومالية تحت الاستعمار البريطاني العسكري، ما عدا إقليم ساحل الصومال الفرنسي ألا وهو جيبوتي. طالب الصوماليون بوضع بلادهم تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تحصل على استقلالها التام بعد 10 سنوات ابتداء من عام 1950. فردت بريطانيا بتجزئة الصومال عن طريق إعادة أوغادين لأثيوبيا وإعادة الصومال الكيني إلى كينيا. فقاوم الصوماليون مشروعات الاستعمار، فحدثت انتخابات نيابية فازت فيها الأحزاب الوطنية بالأكثرية ومهدت للاستقلال، فتمكنت المقاومة من توحيد الصومال الإيطالي والبريطاني في دولة واحدة عاصمتها مقديشو، تحرير إقليم أوغادين من أثيوبيا عام 1963، ولكن لم ينعم الصومال بالأمن إلا بعد الاستقلال وغرق في الأزمات والحروب الأهلية. جيبوتي، وسنستعرض فيها المقاومة الوطنية والاستقلال وما بعد الاستقلال. عرفت جيبوتي باسم الساحل الصومالي الفرنسي حتى عام 1967، وشكلت قبيلتا العفر والعيس حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، ورفع الحزب شعار الاستقلال وطلب بجلاء القوات الفرنسية. نظم الحزب مظاهرات تطورت إلى صدامات مسلحة. الاستقلال، رضخت فرنسا للمطالب الوطنية واعترفت في النهاية باستقلال جيبوتي. أجري استفتاء شعبي عام 1977، قرر فيه الشعب الجيبوتي الاستقلال، وأعلن الاستقلال في 27 يونيو عام 1977، واعتمد النظام الجمهوري برئاسة حسن غوليد. ما بعد الاستقلال انضمت جيبوتي إلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية.
ختاما تعرفنا معا على حركات التحرر من الاستعمار في كل من البلاد ومدى المقاومة الشعبية التي ترتب عليها الاستقلال. شكرا، ونتمنى لكم الاستفادة الدائمة.